تبلغ الأوهام كنه ذاته. نعم، إذن لا يمكن أننا نقول على الله بغير علم، وذر الذين يلحدون في أسمائه، لأن لم نر الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل. نعم. ولا يكيف الحجة صفاته. لا يمكن التكييف، محرم التكييف. يكون إما التكييف كيف، يسأل بك يسأل بكيف كما سأل قال الرحمن العرش استوى كيف استوى، فالتكييف محرم سواء كان باللسان تعبيرا أو بالبلان تحريرا أو بالقلب تقديرا، كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم أجل من ذلك، لا يمكن ندرك الكيفية. نعم. فهذا الأخ اشترى سيارة مرسيدس مثلا 2017، فهذا يسأل كيف هذه السيارة، هذا سؤال عن الكيفية. نعم. فلا يمكن أن ندرك الكيفية لأننا لم نر الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ليس له مثيل. نعم. فالتكييف محرم، لا يمكن تكيف لا باللسان ولا بالكتابة بالرسم مثلا مفهوم ولا بالقلب تقدر. نعم. الآن عندما قلت الشيخ اشترى سيارة مرسيدس 2017 هذا قدر لها شكل صح في ذهنه. نعم. باقٍ فلا يثنى ولا يبيد ولا يكون غيره ما يريد. نعم. فالله سبحانه وتعالى قلنا الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. نعم. خلق وملك وتدبير. فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. هذه المسألة الإيمان بالقضاء والقدر، هل الإنسان مخير أم مسير؟ إشكال. وبعض الناس يقول أجبني الآن، من أنت؟ أجيبك الآن، مسير أم مخير؟ نقول لمن يسأل هذا السؤال، أولا إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة، لأنه لم يسأل الصحابة رضي الله عليهم وهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق وعلم الخلق بالله، فهذا السؤال بدعة أولا. ثم ثانيا نقول ماذا تريد من هذا السؤال؟ تريد إيقاع الناس إما في القول بالجبر أو إنكار القضاء والقدر. الثالث يعني تجيب ثلاث درجات، أولا تقول السؤال بدعة، الثاني أراد إيقاع المسؤول إما في القول بالجبر أو إنكار القدر، الثالث نقول الإنسان في بعض الأشياء مسير وفي بعضها مخير. لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، لأن تقدم معنا مراتب القضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا ما شاء الله رب العالمين. نعم. فمنهم الشقي والسعيد ولا مقرب ولا قريب. ما معنى هذا؟ أن الله خلق الخلق وعلم مقادير الخلائق وكتب، طيب هل نعمل؟ نعم لا بد أن تعمل، والبعض يقول لا اشرب خمر وتسأل يا أخي اتق الله لماذا تشرب خمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، إنما أشرب بقضاء الله. إيش تصنع؟ ها يا رجل إيش تصنع معه؟ تضربه حتى يغمى عليه، فإذا أفاق وقال ليش تضرب؟ تقول قدر الله، تلومني على شيء كتب الله عليه؟ كتب الله أن أضربك، وش اسمع؟ اقتنع ورجع عن هذا المعتقد الفاسد تتركه، وإلا تعطي الثانية، مفهوم؟ حتى نفهم، هذا مثال للفهم، لا تضرب أحد. رفع سالف إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه تقطع يده، فجاء معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إنما صرخت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله عليه؟ قال له عمر ونحن لا نقطع كلا بقضاء الله، قضى الله نقطع يدك ماذا نصنع؟ أجابه بنفس الحجة، أنت تحسن الظن في الله، تقول اختارني الله لأن أكون من أهل السعادة، أسعى لها سعيها وأقوال المؤمنين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. نعم والله ما يضيعنا، تكون تسير الله بين الخوف والرجاء. نعم.
نعم. ولهذا يقول أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد ونهاهم، صحيح؟ إذن له فعل، وسمى مسلم وكافر وبر وفاجر ومصلي وصائم، له قدرة الاختيار، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أفعال العباد. نعم. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. نعم، قدر الله وقوع الشرك والبدع والمعاصي لحكمة أرادها الله. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس، هل يحبه الله؟ لا، وقع. نعم، كوني، قضاء كوني. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما الحكمة والغاية؟ لعله يرجعوا حتى يعلم الله سبحانه وتعالى الصالح من الفاسد. نعم. وهو الذي أراد بالبر في الظلمات فوق صم الصخر. ليس كمثل شيء، والسميع البصير. السميع، السمع يأتي بمعنى استجاب، الإجابة. سمع الله يعني استجاب الله. إن ربي لسميع الدعاء مجيب الدعاء. واحد، سمع بمعنى إدراك الأصوات، عام وخاص وتحديد. عام سبحانه من وسع سمعه الأصوات، السميع البصير. خاص، إنني معكما أسمع وأرى، نصر وتعيين. تحديد، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، نثبت الكل. سمع بمعنى استجاب، وسمع إدراك الأصوات عام وخاص وتحديد. البصير، البصير يأتي بمعنى العلم، لأنه ليس كل ما يعمل العباد يرى، في أشياء لا ترى، اعتقاد أهل النفاق من صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، وإدراك المرئيات عام وخاص وتحديد. نعم. وسامع للجهل والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. نعم، سمع عام وخاص وتحديد، والسمع بمعنى قلنا استجاب. نعم. وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علمه بالجلي والخفي. يعني نعم، العليم والخبير. العليم يعني بالظواهر والبواطن، وقد يتوهم متوهم أنه لا يعلم الباطن، قال الخبير يعني بالبواطن، إذا كان يعلم الباطن من باب أولى يعلم الظواهر. نعم. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه. نعم، هو الغني سبحانه وتعالى. نعم. وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. ولا يمكن أن تستغني عن الله طرفة عين. الرزق هو قال الرزاق، لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. والرزق ينقسم إلى قسمين، رزق خاص ورزق عام. نتكلم عن العام. العام ينقسم إلى قسمين، حلال وحرام، رزق مخدرات، وليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، رزق محرم ورزق حلال. هذا عام يشترك فيه المسلم والكافر. الرزق الخاص، خاص لأهل الإيمان، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، الإيمان والتقوى والعمل الصالح. نعم، رزق من الله سبحانه وتعالى. قال كلم موسى عبده تكليما. إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فأهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع، له صوت وحروف، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء، لا مثل كلام المخلوقين. وإثبات صفة الكلام لله ثابتة بأدلة إجمالية، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم، ومن أقوى الأدلة. وأن أحد من المشركين استجار فأجره حتى أسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. ألا له الخلق والأمر، لو كان كلام الله مخلوق معنى هذا أن القرآن مخلوق. الشمس والقمر تأخذ منها أوامر ونواهي؟ لا، إذن القرآن مخلوق، لو كان مخلوق مثل الشمس والقمر لا تأخذ منه أوامر ولا نواهي. صحيح. وغاير الله بين الخلق والأمر. أي إنسان تقول له كلام الله مخلوق، تقول تعالى إذا نزلت منزل فيه جن، فيه شياطين، فيه حيات فاعش، تصنع. لو تستعيذ بالمخلوق في هذا الموضع شرك أكبر. لو
كل أهل الجاهلية كانوا يستعينوا بسيد هذا الوادي، هذا هو الشرك الأكبر صح؟ لأنه لا يقدر عليه إلا الله. فتسأل تنزل منزل، لو استعذت بالمخلوق في هذا الموضع استعذت بالمخلوق في هذا الموضع ولا يقدر عليه إلا الله، فهذا الشرك أكبر. ماذا تقول؟ قال أقول أعوذ بكلمات الله. لو تقول كلام الله مخلوق فأنت مشرك شرك أكبر، لأن استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولو تقول كلام الله صفة من صفاته فأنت تثبت الصفة لله والحمد لله. مفهوم؟ نعم. قال ولم يزل بخلقه عليما. نعم. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاب والثناء. نعم. لو صار قاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه ثاني. نعم. والقول في كتابه المفصل، القول في القرآن، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود وصفا وإليه يعود قبضا، إليه يعود وصفا لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا كلامي أنا، لكن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. فيقول الناس إذا قرأوا المصحف حفظوه كتبوه لم يخرج عن كونه كلام الله، فالصوت والألحان والكتابة هذه صوت، قال فالصوت والألحان كلام من؟ كلامي أنا، لكنما المتلو كلام الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة يسميها العلماء هنا اللفظ والمنفوق. مفهوم؟ أي نعم. طيب تعيد بالله كما تقول. القول في كتاب الله في القرآن لم يكتفي بأن أثبت صفة الكلام لله، لأن الكلام كثير في هذه المسألة، أثبت صفة الكلام لله سبحانه وجل أكبر، وأثبت أن القرآن كلام الله، قلنا منه بدأ هو الذي ابتدأ وتكلم به وإليه يعود، إليه يعود وصفا وإليه يعود قبضا في آخر الزمن نسأل الله السلام عندما يترك الناس العمل بالقرآن. نعم. والقول في كتاب المفصل بأنه كلامه منزل. نعم منزل غير مخلوق. أنت تبي تختم اليوم؟ على النصف شوف ما أدري عاد. نعم شوف نصف المنظومة وقف عندها. نعم. نعم. على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. نعم ليس بمخلوق ولا مفترى، افتراء أو تقوله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي. نعم. يحفظ بالقلب. يحفظ. نعم. نحفظ القرآن. نعم. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان. يتلى باللسان ويسمع بالآذان. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو كلام البارئ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قرأ القرآن، قال حتى أسمع كلام الله، أضاف الكلام إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. نعم. كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآيات خطه يسطر. نعم ننظر إلى آيات القرآن ويكتب القرآن. نعم. وكل ذي مخلوقة. هذا مخلوقة، الصوت والألحان والكتابة والأوراق هذه مخلوقة، لكن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. نعم كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والإنسان. لا يمكن أن نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى مخلوق. نعم. والصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول البارئ. نعم. ما قاله لا يقبل التبديل. لا يقبل التبديل، لا يمكن أن نبدل كلام الله. نعم. كلا ولا أصدق منه قيلا. يقول هذه أدلة على أن القرآن كلام الله، النداء يكون بصوت الحروف ومسموع للبعيد، والمناجاة تكون للقريب،
قيل وحديث قال الله. نعم هذا لا يمكن يكون القول إلا بصوت ومسموع وحروف. نعم. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل. نعم أي صفة؟ إثبات صفة النزول لله سبحانه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين في الثلث الآخر من الليل. ولكن يصان الله سبحانه عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به، أو أن المخلوق يحيط بالخالق سبحانه وتعالى.